السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عمر من مصر على قناة مرسي حامد. فيديو جديد، جهاز جديد، هيا ننطلق. هنتعرف إن شاء الله على الـ HCSR04 Ultrasonic Sensor Module، وده جهاز أو حساس بيستخدم في قياس المسافات، ومن اسمه Ultrasonic فهو بيستخدم الموجات الفوق الصوتية لقياس المسافة. إزاي؟ خلونا الأول نتعرف على مكوناته. زي ما واضح لحضراتكم دلوقتي، هو باختصار عبارة عن عينين، ترانسميتر وريسيفر، وكريستالة، وشوية حبشكلات موجودة في الظهر. هنقول دلوقتي كل حاجة بتعمل إيه، بس أول حاجة إحنا قلنا اللي هو Ultrasonic يعني الموجات الفوق الصوتية اللي التردد بتاعها أعلى من 20 كيلو هرتز، اللي إحنا كبشر ما بنعرفش نسمعها. فأول حاجة فيه اللي هي البايزو إلكتريك كريستال، ودي اللي بتبعت موجات بتردد 40 كيلو هرتز بسرعة الصوت. وبعد كده عندنا الترانسميتر، ودي اللي بتحول الطاقة الكهربائية لموجات صوتية، والريسيفر هي اللي بتاخد الموجات الصوتية وتترجمها لإشارة كهربائية، واللي بيعمل بقى الليلة دي كلها هي شوية الحبشكنات الموجودة في الظهر. تمام، بيشتغل ازاي او بيقيس ازاي السنسور؟ عارفين القانون الشهير السرعة بتساوي المسافة على الزمن؟ هو بقى بيشتغل كده. زي ما واضح لحضراتكم دلوقتي، الترانسميتر بتطلع الموجات دي تنطلق تخبط في الحاجز اللي قدام السنسور فترتد مرة تانية وترجع للريسيفر. مهمة السنسور انه يقيس الزمن اللي حصل فيه الكلام ده. فنرجع تاني للقانون بتاعنا، نمسكه هوبا نشقلبه نخليه المسافة تساوي سرعة في زمن. بس خلي بالك، الزمن اللي السنسور هيقيسه ده زمن الذهاب والعودة، عشان كده هنقسم الزمن على 2. نيجي بقى للسرعة. احنا قلنا انه سرعة الصوت في الهواء الجاف عند درجة حرارة 20 درجة مئوية بتساوي 343 متر لكل ثانية. ولكن لو حضرتك عايز دقة عالية في القياسات، فهتحتاج انك تروح تقيسها في الوسط او المكان اللي انت شغال فيه، عشان سرعة الصوت بتعتمد على حاجات زي الرطوبة وضغط الجو والحرارة بشكل كبير. فلو افترضنا مثلا ان هواء جاف، تقدر تحسب سرعة الصوت بالقانون اللي قدامك دلوقتي ده، حيث ان تي هي درجة الحرارة الوحدة السيليزية. ولكن خلينا نعتمد ان سرعة الصوت بتساوي 343 متر لكل ثانية، وخلينا نحولها نخليها 0.0343 سنتيمتر لكل مايكرو ثانية، عشان دي الوحدات اللي السنسور بيشتغل بيها. تمام، خلونا نفهم بقى اكتر بيشتغل ازاي، او ازاي اقدر اخلي السنسور ده يبعت الموجات علشان يقيس. في الداتا شيت بتاعت النوع ده بيقول لك ان علشان تخلي الترانسميتر او التريجر تبعت الموجات، محتاج انك تديها اشارة او نبضة عرضها 10 مايكرو سكندز. فاول ما تجيله النبضة دي، التريجر او الترانسميتر هتبعت 8 موجات بتردد 40 كيلو هرتز بسرعة الصوت علشان تنطلق، والريسيفر او الايكو هيستنى الموجات دي ترجع له علشان يحسب الزمن. الرينج بتاع الموديل اللي معايا ده بيقدر يقيس من مسافة 2 سنتيمتر لغاية مسافة 400 سنتيمتر. دلوقتي اتعرفنا على آلية عمل الألتراسونيك، خلونا نروح نشوف الأرجل بتاعته وهنوصله ازاي وهنكتب الكود ازاي ونجربه. هيا ننطلق. بالنسبة للتوصيل، فزي ما واضح لحضراتكم السنسور فيه 4 أرجل. الرجل الـ VCC هوصلها بالـ 5 فولت، والجراوند بالجراوند، ودي التغذية بتاعة السنسور. أما الرجلين التريجر والإيكو هوصلهم براحتي على أي رجل من الديجيتال على الأردوينو. أنا هنا مثلا اخترت الرجل رقم 11، وصلت عليها التريجر ووصلت الإيكو على 12. قبل ما نبدأ، خلينا أقول إنه في طريقتين عشان نتكلم فيهم مع الـ Ultrasonic أو نكتب بيهم الكود. واحدة يدوي أنت اللي بتكتبها بإيدك، وواحدة بنستخدم لايبراري مساعدة جاهزة للـ Ultrasonic Sensor اسمها نيو بينج، بتسهل عليك المشوار. هناخد الطريقتين إن شاء الله. خلونا نبدأ بأول طريقة. بس أول حاجة خلينا نحط جنبنا قانون المسافة وسرعة الصوت اللي هنستخدمهم. فنبدأ أول حاجة بره الفويد سيت اب والفويد لوب، نعرف الحاجات اللي هنستخدمها. فعندنا ديفاين التريك، احنا موصلين على الرجل رقم 11، وهنا مفيش سيمي كولن، وديفاين ايكو على الرجل رقم 12. وهنعرف اتنين انتجر، واحد اسمه ديوريشن هنديله initial value بصفر، ده اللي هيقرا الزمن بتاع الايكو. وهنعرف كمان ديوريشن ديستانس، وده اللي هيقيس المسافة. تمام، دلوقتي ندخل على الفويد سيت اب. انا هنا عايز استخدم السيريال مونيتور على اللابتوب علشان اقرا القيم، فهقول سيريال دوت بيجن 9600 اللي هي خط الارسال اللي هيعرف يتقري.
شرحت دي بالتفاصيل في أول فيديو بلوتوث لو حابب تعرف تفاصيل أكتر. بعد كده هنعرف الرجلين بتوعنا بين مود التريجر، طبعا هتبقى أوتبوت علشان هي دي اللي هتطلع لي موجات أوتبوت. فينا حاجة غلط بين حرف ال M كابيتال، أدام ما الكلمة منورتش يبقى في حاجة غلط، أدام ما نورت يبقى كده مظبوط. بعد كده هنعرف كمان ال echo بس هتبقى input علشان دي اللي هناخد منها الزمن input. تمام كده خلصنا void setup، خلينا نبدأ على void loop. بس قبل ما نبدأ خلونا نفتح المخطط ده أو ال waveform بتاع السنسور علشان نفهم الحتة اللي أنا هكتبها دلوقتي. دلوقتي احنا قلنا علشان السنسور يبعت الموجات الثمان موجات لازم نديله بلصة عرضها أو نبضة عرضها 10 microseconds. فلاحظوا هنا معايا ان اول النبضه دي بتبدا من الزيرو، بتبدا وهي مقفوله، فانا علشان اتاكد انها بادئه وهي مقفوله هقول كده قيمه مبدئيه ديجيتال رايت للتريجر انه يكون لو، وبعد كده هديله ديلي. فاكرين احنا بنقولنا ان الديلي بيتعامل بالملي سكندز، طب انا هنا بتعامل بالمايكرو سكندز، هعمل ايه؟ في فانكشن او في امر موجود في الاردوينو اسمه ديلي مايكرو سكندز، حرف الام كابيتال، وده ما نورت كده يبقى كتبناها صح. هنديله بقى اي رقم 2 مايكرو سكند، مفيش سبب ان اخترت الرقم 2، بس انا بس الفكره ان عايز اتاكد ان الحساس هيبدا وهو اوف مقفول. وبعد كده بقى هخليه يبعت النبضه، فهقول له ديجيتال رايت التريجر دي تكون هاي، وهديله ديلي مايكرو سكند عرض النبضه 10 زي الفل. وبعد كده هقفل تاني النبضه. تمام كده احنا عملنا اول حاجة، ادينا الاشارة للسنسور علشان يبعت الثمان موجات، والمفروض دلوقتي ان الموجات دي ترجع للايكو وتقيس الزمن واخدها. هنعمل بقى الكلام ده ازاي؟ اول حاجة احنا ناخد القرايات على الانتجر اللي اسمه duration المدة. طيب هنستخدم بقى ايه؟ في فانكشن اسمها pulse in، لو فاكرينها اتكلمت عنها قبل كده في فيديو الكالر سنسور. الفانكشن دي بتحسب، يعني قلنا هنكتب مثلا pulse in echo هاي، ايه اللي انا كتبته ده؟ الفانكشن دي دلوقتي هتحسب لي الزمن اللي هتكون في الايكو النبضه بتاعتها بهاي، وهو ده اللي احنا عايزينه، عايزين الزمن. وخلي بالكم من الزمن ده بالمايكرو سكندز. تمام تمام دلوقتي بقى خدنا الزمن، فاضل نعمل ايه؟ نكتب القانون ديستانس بتساوي، احنا قلنا القانون ايه؟ الوقت على 2، فهنقول كده نحطهم ما بين قوسين عشان نرتب عملياتنا، duration على 2 ضرب 0.0343. تمام وبعد كده هقول له serial dot print line لل distance دي، ونديله ديلي عادي بقى، ديلي نص ثانية يعني 500 علشان نخليه يقرأ كل نص ثانية. تمام زي الفل، نتحقق من صحة الكود زي الفل، نوصل الأردوينو بتاعنا زي ما واضح لحضراتكم. من تولز نتأكد ان احنا اخترنا البورد، وبعد كده ابلود للكود. تمام خلونا بقى دلوقتي نفتح السيريال مونيتور ونفتح الشاشة دي زي ما واضح لحضراتكم. دلوقتي زي ما حضرتكم شايفين ده السنسور، وانا حاطط الحاجز على بعد 20 سنتيمتر، فزي ما حضرتكم ملاحظين انه طالع لنا على السيريال مونيتور 20 سنتيمتر. تمام لو اتحركت مثلا قربت شوية 15 سنتيمتر، زي ما حضرتكم ملاحظين ايه اللي حصل في السيريال مونيتور؟ بقت 15، خليناها مثلا 17 بقت 17، نرجع للعشرة بقت 10، نروح للسبعة
بقت 7 وهكذا. فزي ما حضرتكم شايفين دي اول طريقة اللي احنا بنكتب الكود يدوي، يعني بقول له بقى القانون السرعة وديوريشن وابعت لي بلصاية واقرا مش عارف ايه، ده كله باليدوي. هناخد بقى دلوقتي الطريقة التانية اللي هي باللايبراري، واللايبراري بتعمل كل الكلام ده، وكل الكود ده هنختصره في سطر واحد بس، تابعوا معايا. تمام، دلوقتي هنشوف تاني طريقة للكود باستخدام اللايبراري، ودي الأسهل، وفي نفس الوقت خلينا نشوف إزاي نقدر نستخدم الألتراسونيك سنسور في تطبيق فعلي. فهنعمل إضافة صغيرة على التوصيل زي ما واضح لحضراتكم، هنحط صفارة، الرجل الموجب هنوصلها على الديجيتال بين رقم 13، والسالب بتاعها هوصلها على الجراوند، وهنشوف في الآخر إن شاء الله إيه يا ترى التطبيق اللي هنعمله. دلوقتي ده الكود قدامنا، أول حاجة خلينا نضيف اللايبراري، فهنروح على سكتش include library فوق خالص كده، اول حاجة manage libraries هندوس عليها، هيفتح لك الشباك العظيم اللي هيطلع دلوقتي. ايوه اهو، يعمل updating. تمام، هنكتب هنا new bing و search، طلع لي اللايبراري دي، مكتوب هنا a library that makes working with ultrasonic sensors easy، هي دي. هندوس على انستول، بس انا محملها بالفعل، حضرتك هتدوس هنا وبعد كده تعمل كلوز. طيب دلوقتي هنروح على سكتش تاني، include library، المفروض بقى تلاقي اللايبراري بتاعتك جت هنا، تنزل تنزل كده اهي new bing، تدوس عليها هتلاقيه اضافها لك، هاشتاج include new bing dot h، كده اللايبراري بتاعتي اتضافت. وعندنا هنا define trigger 11 و define echo 12، دي عارفينها من الكود الاول. ايه بقى الجديد؟ هنعمل هاشتاج define max distance 400. ما هذا؟ دلوقتي احنا اللايبراري دي بتشتغل على كذا موديل من الالتراسونيك سنسور، وكل موديل بيبقى ليه مواصفاته، فلازم اعرف اللايبراري واقول لها ايه السنسور اللي معايا. فالحاجة اللي بتعرف اللايبراري انا بشتغل باني سنسور هي الرينج بتاعه. انا حالتنا هنا ال HCSR04 قلنا انه بيقيس لغاية 400 سنتيمتر، فعشان كده قلنا define max distance 400. ايه كمان جديد هنكتبه؟ function خاصة باللايبراري اسمها new bing، ال N وال P capital فهتطلع باللون ده كده، يبقى كتبت صح. space هنسمي اي اسم، سونيك مثلا، وما بين قوسين وما ننساش السيمي كولن. هنكتب هنا جوه ايه بقى؟ التريجر فاصلة الايكو فاصلة الماكس ديستانس. تمام، وهنعرف ايه كمان؟ هنعرف integer distance بس علشان ناخد عليه القراية او النتيجة distance. تمام كده احنا خلصنا، ندخل بقى جوه ال void setup. المفروض ال void setup اصلا انا مش هحط فيها حاجة، بس انا عشان في تطبيق هعمله فيدوب انا هقول للاردوينو عندك يا باشا صفارة على الرجل رقم 13، يعني 13 دي output بالشكل ده. طيب نخش بقى على الفويد لوب، يا ترى هنكتبه في كام سطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة هي distance بتساوي، هنقول sonic dot، في بيلدد ان فانكشن جوه اللايبراري دي اسمها bing underscore سنتيمتر كوسين كده سيمي كولن، وبارك الله فيما رزق. زي ما قلت لكم كل الكود اللي كتبناه المره اللي فاتت هنختصره في سطر واحد بس، هو ده السطر اللي اختصر لي بقى اني اقيس الزمن وادي بلصه واعمل ضرب سرعه الصوت واقسم الزمن على 2 عشان ذهاب واياب، كل ده كله اختصره لي في امر واحد بس، وهيديني القرايه مباشره يديها لي على الديستانس. حضرتك لو حطيت سيريال دوت بيجن 9600 هنا، وجيت حطيت لي هنا سيريال دوت برنت لاين، وعملت سيريال مونيتور، هيطلع لك نفس نتيجه الكود اللي فاتت بالظبط، بس انا هنا مش محتاجها عشان انا هستخدمه في تطبيق مختلف، فخليني اكمل الكود. هقول بقى if هنقول ان distance اقل من او بتساوي 15 اديها range، او distance اكبر من 10، يعني لو distance دي ما بين 10 ل 15 سنتيمتر، عايزك تعمل ايه؟ عايزك تخلي لي الصفاره دي تصفصف تبلبش تزنزن، يعني كل 500 كل نص ثانيه. ديجيتال رايت 13 هاي ديلي 500 سيمي كولم، واختصارا للوقت هنستخدم كنترول سي كنترول في حبيبتنا، هنخلي دي هنا لو
فبالشكل ده كده اول لما السنسور يقرا لي مسافه ما بين 10 ل 15 سنتي الصفاره هتقعد تعمل، انتوا متخيلين الصوت اللي هيطلع صح؟ هنشوفه دلوقتي في الاخر. ناخد بقى دي كده كلها كوبي اختصارا للوقت، كنترول في، بس المره دي هنخلي الرينج ما بين 5 ل 10 سنتيمتر، وبدل ما نخليها نص ثانيه هنخليها 200 ملي ثانيه. تمام، وهنعمل كمان واحدة. المرة دي الرينج بتاعها هيبقى من 2 سنتيمتر ل 5 سنتيمتر بالشكل ده، وبدل 200 هتبقى 100. آخر واحدة بقى خلينا آخر اتنين خلينا نكتبهم بإيدينا يدوي. هقول if إن ال distance كانت أقل من أو بتساوي 2، فساعتها عاوز الصفارة دي تشهيص. ونديها بقى واحدة إلس عشان تلمهم كلهم. ديجيتال رايت 13 لو، يعني ما غير ذلك اقفل يابا، مش عايزين صداع. تمام، دلوقتي هنوصل الأردوينو. تولز بورت مظبوط، هنعمل أبلود للكود. الحمد لله. دلوقتي هسيبكم تشوفوا ايه التطبيق اللي عملته بالالتراسونيك. اتمنى ان كل شيء كان واضح وسهل واستفدتم من الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شكرا جزيلا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.